تزداد أوضاع أهالي شمال قطاع غزة صعوبة لعدم وجود المياه الصالحة للشرب بسبب توقف محطات التحلية عن العمل بسبب نفاد الوقود في هذه المحطات. كما تشاهدون هنا الشاحنات يصطف منذ ساعات طويلة في محاولة للحصول على المياه لنقلها إلى مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة. عملت محطات تحلية المياه وشاحنات المياه على شراء الوقود بأسعار مضاعفة جدا، لكن بعد 9 أشهر من الحرب على قطاع غزة أدى إلى نفاذ الوقود بشكل نهائي. من عالم المي كتير، فيش مي بالمرة، إن شهرين تجيش عنا المي بالمرة، فاجي على محطة الياسين هنا ونملي عشان نشرب، وفيش مي، يعني تلاقي الواحد بده يتغسل، بده يغسل، بده ايش، بيلاقيش نسبة مي هنا، وهنا جينا بقولوا فيش مي على السولر، فيش ايش، برضه بيعانوا كثير من السولر ومن المعيشة اللي عندهم، واحنا في وضع يعني صعب كثير كثير، نروح على البحر نروح نجيب مي يعني ونشرب ولا ايش. كيف متوقف المحطة؟ كيف حتى بروح لما تتوقف المحطة اللي هاي من وين نروح نشرب؟ انا مثلا معي سكر، معي ضغط، بقدرش اشرب مي العاد مالحة، بده مي حلو، من وين نروح امله؟ فيش عندنا مي بالمرة، يعني لولا المحطة هذه وكيف تتوقف، يعني من وين نروح نجيب مية؟ نروح اغلى مي من البحر ونشرب ولا من وين نجيب؟ هنا الأطفال والنساء والشيوخ يصطفوا لساعات طويلة أمام محطات تحلية المياه في محاولة للحصول على القليل من الماء، لكن المحاولات باتت بالفشل لعدم وجود الوقود وتشغيل المحطات. لقيت بالنسبة لنا كسواقين، احنا حوالي 20-30 سواق، كل سواقين قطاع غزة بنيجي بنعبي من محطة ياسين. اذا المحطة هذه وقفت معناتها غزة كلها عطشت من المية الحلوة، هذه لازم نعمل لها حل ضروري. اول اشي السواقين، احنا بيوتنا حتقف ومصالحنا حتقف واكل لاولادنا حيقف بسبب انه فيش سولار، استعملنا السيرج، استعملنا كل حاجه وخلص، لا سيرج ولا سولار ولا حاجه، والمحطه حاليا بتعاني من ازمه، امبارح وقفت واليوم وقفت وفيش لدرجه انه معلاش لتر نشرب ميه على باب المحطه من كثر ما هي واقفه. كل سياره بتقوى لا يقل عن 200-300 اسره في المدارس او في المربعات بتحتاج الميه، بياخذوا قلان، كل دار قلانين، يعني 300 يعني بيحتاج ميه كثير، هذا كله في حاله انه ننقطع زي امبارح وزي اليوم فيش ميه، كله هذا حينقطع على الاسر وعلى الناس، والوضع هم سيء، والناس ما بيشرب، يعني ما فيش ميه للصغار الا ميه المفلتره اللي هي ميه من محطه ياسين، ولازم يدخل السولر باي طريقه لمحطه ياسين. المعاناه راح تكون على المحطه التحليه اللي بتغذينا في الماء، وراح تكون المعاناه برضو على اصحاب الشاحنات، لانه لا يوجد سولار والشاحنه والمحطه بتشغل على السولار. تمام، انا سيارتي مثلا بتغذي في كل نقله ميه 250 اسره، يعني 250 جالون 20 لتر، فتخيل انا بشتغل 4 سيارات، يعني بتحكي عن 100 اسره في اليوم انقطعت بسبب عدم وجود السولار. تمام، فهي هي المعاناه، انه يعني موجوده المحطه لكن لا يوجد سولار لتشغيل المحطه وللتحليه. ازمه جديده تلاحق المواطنين هنا في شمال قطاع غزة بعد توقف محطات التحلية عن العمل، مما ينذر بكارثة على حياة الأطفال وكبار السن. فادي الوحيد لقناة الغاز شمال غزة.